ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اللي بتبدأ في الثانية ظهراً عرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الجديدة برنامج الحكومة على المجلس، وذلك تطبيقاً للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعياً من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب. النهاردة هيقيم مركز الإبداع الفني بقصر الأمير طاز في مقره بشارع السيوفية خلف جامع ومدرسة السلطان حسن بالخليفة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حكاية جديدة من سلسلة حواديت الدكتورة تراث المصريين. بتدور حكاية اللقاء المقبل حول ماذا أكل المصريون عبر آلاف السنين، حكايات وأكلات من تراث المطبخ المصري، وده في تمام الساعة 8 مساء. لعشاق الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة. هيلتقي فاركو مع الداخلية في الرابعة عصراً، في الخامسة والنصف عصراً هيلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري، في السابعة مساءً هيلتقي الأهلي مع طلائع الجيش.